السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الدرس إن شاء الله، الجزء الثاني من درس الخواص الوراثي. وصلنا إلى تحديد الطبيعة الكيميائية أو طبيعة الخبر الوراثي. لأن كما رأينا في الحصة السابقة أن الخبر الوراثي يتموضع على مستوى النواة الخاصة بالخلية. إذا لدينا هنا رسم تخطيطي لنواة مكبرة. إذا عند ملاحظة هذه النواة نرى أنها تتكون من مجموعة من العناصر. كيهمنا بالضبط هنايا الخبر الوراثي كيتواجد في هذه المادة المجموعة هنايا هذا داخل النواة. إذا هذه المادة اللي كتجمع هنايا داخل النواة هنطلقوا عليها اسم الصغير. إذا هذه الصيغة تكون متجمعة على شكل كرة. أيضا في النواة كنلقاو واحد الجزئين المركزي، هذا الجزئين تكون من نويات صغيرة. إذا هاد جوج نجمات كنسميهم جزئين مركزي. كذلك كنلاحظوا أن هاد النواة فيها بعض الشقوق على مستواها. إذا هذا نطلق عليه هذا الشق يسمى شق نووي. أيضا هنايا هذا الغشاء الذي يحيط بهذه النواة يسمى غشاء نووي. كذلك العنصر الأخير يعني مكان تواجد هذه العناصر في الداخل نطلق عليه اسم الجبلة النووية. إذن هذه تسمى جبلة نووية. إذن في هذه الحالة نقول أن الخلية توجد في مرحلة سكون حينما يكون هذا الصغير متجمع عبارة عن كتلة واحدة. في هذه الحالة نقول أنه أن الخلية عندي كنا في مرحلة السكون. من بين المراحل الأخرى اللي كتمر بها الخلية هي مرحلة الانقسام غير المباشر. خلال هذه المرحلة الانقسام غير المباشر كتضاعف الخلية الأم إلى خليتين بنتين لهما نفس الصفات ديال الخلية الأم. إذا غنشوفو فيما يلي مراحل أو الأطوار التي يمر منها هذا الانقسام غير المباشر وما هي مميزات ديال كل مرحلة من المراحل. إذا لنتابعها في الفقرة التالية. إذا كما قلنا أن المراحل ديال الانقسام غير المباشر تمر من أربعة مراحل أو أربعة أطوار. لأن في الطور الأول يسمى بالطور التمهيدي. إذا خلال هذا الطور كنلاحظوا أن الجسيم المركزي بدأ يتوسع، يعني دوك جوج نجيمات اللي فيه أو جوج نوايات اللي فيه بداو كيتبعدوا على بعضياتهم وبدأ تشكل ما نسميه بمغزل الانقسام اللالوني. إذا هذا المغزل ديال الانقسام اللالوني كيدل على أن الطور التمهيدي بدأ ديال الخلية. إذا هذا يسمى بمغزل مغزل اللالوني أو مغزل الانقسام اللالوني. كذلك كنلاحظوا أن داك الصبغي اللي كان تجمع على شكل كرة كثيفة بدأ بالانبساط وبدأت الصبغيات بالظهور. إذا كنلاحظوا أن هذه الصبغيات بدأوا كيظهروا. كذلك كنلاحظوا أن الغلاف النووي بدأ بالتلاشي. إذا هادو من الملاحظات ديال الطور التمهيدي. كنلاحظوا أن في الأول في الخلية بداية ظهور المغزل اللالوني، كذلك بداية تكون الصبغيات، تحول الصبغين إلى صبغيات، وفي الأخير تلاشي الغلاف النووي. إذا كما قلنا في الاستنتاجات أن ظهور المغزل اللالوني وتفكك الصبغين إلى صبغيات وكذلك بداية تلاشي الغلاف النووي، هادو من بين الاستنتاجات اللي كتدل على أننا في الطور التمهيدي أو ما نطلق عليه اسم ديال المرحلة التمهيدية. إذا سوف نتطرق فيما يلي إلى المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الاستوائية.
إذن الطور الثاني وهو الطور الاستوائي. فهذا الطور كنستنتجو أو كنلاحظو بأن المغزل الليلوني كمل النمو ديالو والصبغيات تموضعات في الوسط ديال الخلية. إذن توضعات في وسط الخلية وشكلو هي ما يطلق عليه اسم الصفيحة الاستوائية، يعني ملي كنشوفوهم قبالتنا الجبلونية على شكل قطعة في وسط الخلية. ولكن بعض المرات ملي كنشوفو من الآلة، إلا عطاونا شي صورة ديال الخلية في الطور الاستوائي من الآلة، ما كيبانش لينا مستفين على شكل قطعة، وإنما كيبان لينا بشكل دائري. في تلك الحالة كنقولو أنه كيكون لينا ما نسميه بالتاج الاستوائي. ولكن في هذه الحالة اللي كنلاحظو فيهم قبالتنا النشان، كيبانو لينا على شكل صفيحة استوائية. إذن هذا بالنسبة للصبغيات. أيضا كنلاحظو أن هذا المغزل اللوني كيتشكل من جوج ديال الألياف، كاين الألياف القضبية وكاين الألياف الصبغية. الألياف الصبغية كتمر من الجسيم المركزي ديال هاد الصبغيات. إذن الجسيم المركزي هو هاد الجزء اللي كيجي في الوسط ديال كل صبغي. إذن هذا الجزيم له دور مهم في هذا الصبغي اللي غنشوفوه في المراحل المواليه ان شاء الله. اذا اهم مميزات ديال هذا الطور هو اننا كنلاحظوا ان المغزل اللوني اكتمل. اذا اكتمال المغزل اللوني او اكتمال نمو المغزل اللوني، ايضا نلاحظ ان تموضع ديال هاد الصبغيات في وسط الخلية كذلك. هاد الصبغيات كيشكلوا ليا ما نسميه بالصفيحة الاستوائية. إذن تشكل الصفيحة الاستوائية. إذن هذه بالنسبة للمرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي غنشوفوها هي الطور الانفصالي. إذن لنتابع هذه المرحلة. إذن بالنسبة لهذه المرحلة اللي سميناها بالطور الانفصالي أو المرحلة الانفصالية، خلال هذه المرحلة كيحدث واحد التقلص ديال هاد الألياف القطبية، مما كيتسبب في انشطار هاد الصبغيات. إذن هاد الصبغيات كتنشطر على مستوى الجزيء المركزي ديالها، وكتنقسم تنقسم إلى جزئين أو إلى جزئين. كل صبغي كينقسم إلى صبيغيين، وكل صبيغي إبن يتجه نحو أحد أقطاب هذه الخلية. إذن كما كنلاحظو هنايا، إذا في هذه المرحلة الأخيرة اللي كنسميوها الطور النهائي، كنلاحظو أن الصبغيات كتموضع في جزئي الخلية. إذا في الجزء الأعلى والجزء الأسفل، كنلاحظو أن الخلية بدات كضيق وبدات كتشكل لنا اللي كنسميوه بظاهرة الاختناق الخلوي أو شق الاختناق. إذا هذا شق الاختناق كيساهم في تقسيم الخلية إلى خليتين بنتين. كذلك كنلاحظو أن بعض العناصر التي كانت عندي في الطور التمهيدي بدات كتظهر لي من جديد. مثلا بالنسبة لهاد النجيمات أو بالنسبة لهاد الجزء المركزي اللي سميناه في الأول، بدا كيظهر. أيضا بدا كيظهر ليا داك الغلاف النووي أو الغشاء النووي اللي كيحيط دوك الصبغيات أو الصبغين في المرحلة الأولى. كذلك كنلاحظو أن المغزل اللالوني اختفى. إذا تلاشي المغزل اللالوني. إذا بالنسبة للاستنتاجات، أولا كنلاحظو أن ظهور إذن ظهور غشاء نووي، أيضا كنلاحظو تلاشي المغزل اللوني. أو مغزل الانقسام اللوني. كذلك كنلاحظو أن في الخلية ظهور شق الاختناق. أيضا كنلاحظو أن بالنسبة لهنايا ظهور
المركزية أو ما نسميه بالنويات. هنا قاسين نويات. هذا فيما يخص المرحلة النهائية. إذا بهذا المراحل الأربعة كنحصلوا على خليتين بنتين. إذا باختصار أو باختصار الانقسام غير المباشر لكي يتخص أربعة مراحل الأساسية، الطور التمهيدي في خلاله يكون عندنا مغزل الانقسام اللوني بالذكية الهرمية على مستوى الخلية. الهيتاش كان في الأول في مرحلة السكون، إذا في مرحلة السكون يكون عندي فقط الصبغين ويكون عندي النويات. عاد ملي كتبدا الخلية ديالي بالتطور كتمر المرحلة الأولى اللي هي الطور التمهيدي اللي قلنا كيبان فيها أن الصبغين اللي كانوا مكتف مجموعة بكثافة بدا كيتفكك وبداو الصبغيات كيظهروا ليا. أيضا كيبان ليا أن هذاك الغشاء النووي بدا كيتلاشى. هذا بالنسبة للمرحلة التمهيدية. بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي المرحلة الاستوائية أو الطور الاستوائي، خلالها كنلاحظوا أن ذوك الصبغيات بداو كيتموضعوا في الوسط ديال الخلية، إذو كيشكلوا ليا ما نسميه بالصبيحة الاستوائية أو التاج الاستوائي على حسب المنظور ديالنا. أما في الطور التالي اللي هو الطور الانفصالي، لاحظوا أن هاد الصبغيات كينشطروا إلى صبيغيين ابنين، ديال جوج ديال الصبيغيين، كل واحد كيتجه لجهة من جهات من أقطاب ديال هاد الخلية. إذا بالنسبة للمرحلة الأخيرة هي أن الخلية لازم كتختنق أو تتعرض لما نسميه ظاهرة الاختناق الخلوي. هاد الاختناق الخلوي الدور منه هو أننا كنقسموا الخلية إلى جوج خلايا بنتين، هما نفس الصفة ديال هاد الخلية. إذا الطور النهائي ظهور الغشاء النووي، تجلاشي المغزل اللوني، ظهور شق الاختناق، وأيضا ظهور الجسيمات المركزية أو ما نسميه بالنويات. هذا بما يخص هاد المراحل الأربعة. إذا يجدر الذكر إلى أن الخلايا النباتية أيضا تتعرض للانقسام غير مباشر بنفس المراحل التي تتعرض لها الخلايا الحيوانية، إلا أن هناك بعض الاختلاف. أولها أن هناك ليس هناك ما نسميه بالجذيب المركزي في الخلايا الحيوانية كما نرى في الخلايا النباتية، لا يوجد الجذيب المركزي كما نرى في هذه الصورة. كذلك نرى أن في الخلايا النباتية ما كاينينش دوك النجيمتين، إنما كاين ما نسميه بالكمة الخطبية. أيضا بالنسبة لهنايا المرحلة النهائية ما كيكونش عندهم هما شق الاختناق، وإنما كيكون تماك واحد الجدار سيلولوزي الذي يقسم الخلية إلى خليتين، عكس هذه الخلية الحيوانية اللي كتقسم عن طريق الاختناق. إذا في الفقرة الموالية غادي نشوفوا شنو هما أهم المراحل اللي كندوز منهم تطور هذه الكمية ديال الصبغيات خلال مرحلة السكون.